صدق ماسة لا بلاك ملت بعد هم نورا بتي عندنا حشا مبطلين بيتنا في بيل احنا. انت شنو هالحكي اللي قاعده تقولينه؟ عيب من عندنا في البيت غريب غير تهاني واختي شيماء. انا ما اقصد لا تهاني ولا شيماء، انا اقصد نوران. عيب هالحكي، ولو واحده فيهم سمعت شنو تقول؟ ما تتحسس؟ ما ادري يعني احس بيتنا صار زحمه. انا نوران ما قدرت اردها عشان جنات، وبعدين اذا على زحمه وتشتكين من الزحمه روحي بيت ريلج، عيز الولد هو يدق عليك وانت ما تبين تردين له. واي ماسه، وانت كل ما اقعد معاك قلتي لي ريلج وريلج خلاص. اقعدي كذي لين ما يروح الريال مره واحده تدلعي. يروح ولا يقعد عاد ايش دعوه همني الحين؟ ما ادري والله. سن ورانا وبحر والصلاة وبحر قال يبيك. لا والله شو طلعتش برا؟ يا سلام، حسيت نفسي اختنقت وطلعت اقعد بالحديقة، شو المشكلة يعني؟ لا ابدا، سلامتك من الخنقة. يصير تطلعين فوق؟ يصير؟ ان شاء الله. نوران، أنا أبيهم يعرفون إن ثقتي فيك بمكان. أوكي. أوكي. البيت ما شاء الله مليان بشر، ها؟ عفوا عليك. بعدين غير كذي بستحق مبارك على أختك مايا، وين تخلينا؟ عيوني. حيا الله من يعرف حبيبتي، الله يسلمك. شلونك؟ الحمد لله تمام. يا هلا. ماسة أنا ما أدري شلون أشكرك والله. فيك بخير. إيش دعوة؟ ما سوينا إلا الواجب. مشكورة ما تقصر. يلا يلا أروح أنا، في شيء؟ سلامتك يبا. الله يسلمك. الله يسلمك. يلا مع السلامة. مع السلامة. السلام. يا مرحبا. يا هلا. هيا إن شاء الله حبيبي، تفضل. ليش يا حبيبتي؟ تفضل. حياك. الله يحييك. نورتي. حبيبتي شلونك؟ قوة خالتي. يا حبيبتي شلونك؟ الله يسلمك تمام. نورتي البيت نوران. حبيبتي بوجودك سنين. شلونك شيماء؟ يلا يعني شنو؟ نوران شايفتي نمي عندي؟ عاد عندي ميك اب جديد ينن، بحطك ميك اب. اوكي. تدرين ان شفت نقطة مكياج على وجهي ايش راح اسوي فيك؟ راح اعلقك بالقرية هذه، تفهمين ولا لا؟ بس اماني هديها. بس. تعالي يا تعالي. تعالي جنبي. شنو؟ الحمد لله والشكر. يا يا ويعي بشنطتها. والله. صراحة ما شاء الله انتوا عائلة ما تستحون، جبتوا كل اهلكم هني، يعني بقى حد في عائلتكم ما يسكن عندنا؟ بعد ما تقعد عندنا بالبيت؟ انا لازم افهم الموضوع، انت يا البيضة! هذه اللي يبي لها فركة حلج هني بالارض، الحين تشوفون. تعال 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 تعال. هذه اختك العودة، واللي قبلها ضيفة، وما تتحمل اخبارك، البنت ناعمة، ما تتحمل، لا تفضحينا مع الاوادم، فاهمة ولا لا؟ اي عادي تتعلم على طبعنا، شنو يعني؟ شنو يعني؟ أنا أعرف شنو يعني. الحين لازم تدخل سريع من سلمان، أنا بدق عليه. لا 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 لا، سلمان لا، خلاص أنا ما راح أتكلم. دارج. إن شاء الله يعني بحاول، بس ما ودك. دارج أقول. زين سويتي فيها؟